السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مجددا في قناتي معا للرقي بالتعليم. في هذا الفيديو إن شاء الله سنرى درس سطح ارتكاز الحيوان على الأرض. في هذا الدرس نرى أثر أقدام الحيوانات، الأثر الذي تتركه، وبذلك تصنف الحيوانات إلى ثلاثة أنواع. عندنا أولا الحيوانات الأسبوعية، هذه الحيوانات ترتكز على أصابع قدمها، نرى هنا أصابع قدمها. من هذه الحيوانات الأسبوعية نجد القط، الكلب، الفهد، الأسد، كل هذه الحيوانات، النمر إلى آخره. هذه الحيوانات ترتكز على أصابع قدمها. من هذه الحيوانات أيضا نجد الطيور بكل أنواعها، والدواجن كالدجاجة والديك إلى آخره، هي أيضا حيوانات أسبوعية، وسنرى أمثلة عن هذه الحيوانات. عندنا النوع الثاني، الحيوانات ذوات الحوافر، هذه الحيوانات ترتكز على حوافر أقدامها. من هذه الحيوانات نجد البقرة، نجد الجمل، نجد الخروف، الماعز، الناقة إلى آخره. النوع الثالث هو الحيوانات الأخمصية، الأخمصية هي التي ترتكز على راحات أقدامها، يعني تشبه الإنسان، ترتكز على كل قدمها، يعني الحافر والأصابع كامل قدمها، منها الغوريلا، الكنغر، الأرنب إلى آخره. سنرى الآن أمثلة عن آثار أقدام بعض الحيوانات. عندنا هنا الحصان، الحصان ينتمي إلى مجموعة ذوات الحوافر، ها هي آثار أقدامه، يرتكز على حافره. هنا عندنا الكلب، الكلب هو ينتمي إلى الحيوانات الأسبوعية، هذه الحيوانات التي ترتكز على أصابع قدمها. هنا عندنا الأرنب، الأرنب ينتمي إلى الحيوانات الأخمصية، هي التي ترتكز على راحات قدمها، يعني ترتكز على الحافر والأصابع على كل قدمها مثل الإنسان. عندنا هنا الغوريلا من الحيوانات الأخمصية، القنفذ أيضا من الحيوانات الأخمصية، الغزال من ذوات الحوافر يرتكز على حافره. عندنا هنا الفهد، هو حيوان أصبعي يرتكز على أصابع قدمه. هنا النمر، حيوان أصبعي، السنجاب، حيوان أخمصي، الثور، حيوان من ذوات الحوافر، الثعلب، حيوان أصبعي، الدب، حيوان أخمصي يرتكز على راحة قدمه. هنا الذئب، أيضا حيوان أصبعي يرتكز على أصابع قدمه. الأرنب، حيوان أخمصي، الديك، حيوان أصبعي، الغراب، حيوان أصبعي، قلنا كل الطيور والدواجن حيوانات أصبعية، القطة حيوان أصبعي، السنجاب الرمادي حيوان أخمصي، البقرة من ذوات الحوافر، الأرنب البري حيوان أخمصي، الدب الأسود حيوان أخمصي، الثعلب الرمادي حيوان أصبعي، الثعلب الأحمر حيوان أصبعي، الراكون حيوان أخمصي، القندس حيوان أخمصي، القنفذ حيوان أيضا أخمصي، الضريبان المخطط والضريبان العادي هي من الحيوانات أيضا الأخمصية، يعني ترتكز على راحة قدمها، انظروا إلى أقدامها تشبه أقدام الإنسان. أتمنى أن أكون قد أفدتكم في هذا الفيديو، نلتقي مجددا في فيديو آخر، إلى اللقاء.